وقت كنت عندي شغف بشغل الصابون بحبه يعني هي هواية عندي وكنا بعد ما نخلص شغل الزيت اللي هو بتعرفه هو شغل موسمي بياخد شهرين وخلص وقفنا بدي لاقي شيء عبي فراغ وعنا فترة طويلة من السنة ففجأة لقيت حالي من مشي تحولت هالهواية لصناعة صابون صغيرة حرفي أنا ما بسميها صناعة أنا عندي محترف حرفي لصناعة الصابون طرق عدة ومراحل مختلفة صناعتنا بسيطة أنا مثلاً ما بعتمد بصناعتي إلا على نوع واحد من الزيت اللي هو زيت الزيتون وبختار الزيت نوعيته جيدة يعني الزيت اللي كان عم يبيع بالسوق للأكل هيدا بنشتريه مثلاً تاني سنة تالت سنة ما بعود للأكل بناخده ونصنع منه صابون حتى ناخد نوعية صابون جيدة شغلتنا نحط هذا الزيتات
مع المحتويات كلها اللي هني مية القطرونة ونغليهم على الخلقينة، بس تنضج الطبخة، نقلة طبخة منصبها بالمصبات اللي شفتوهم جوا. بعدها في عنا مرحلة تشيل القوالب، تقطيعهم، تبريجهم، لأنه ما ننبرج الصابون لينشف، له طريقة يتبرج فيه بشكل فوت الهواء على كل الأطراف لتنشف الصابونة. هاي العملية بتاخد شي شهر. بعد ما تنشف بدنا نرجع نعمها على البريش، انت ما سبق وقلت لي نشتغل على الشكل، يعني مش مهم بس ننشفها ونبعثها للزبون بشكل انه ما يرغبها، عم نخليها تكون صابونة مرتبة. تختم زاهية حديثة معنا وبتتمنى لو انه الدولة بتلتفت لهالصناعات التراثية اللي اوشكت انه تنقرض، كما انها بتأسف لتراجع صناعة الصابون. موضوع هاي الحرفة دوامة أو عدم بشع، لأنه بتحس حالك إنه إيه، إذا بتفكري إنه أنا بس وقف شغل فيها يمكن لسبب صحي مثلا ما عادش أقدر كفي، إيه خلص توقف، أجي ما إلها هيديك المستقبل وما في أجيال عم تستلمها من وراكي. شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني ورق ذهب مشغول، ذكرني فيه، ذكرني فيه.